هي جدا. عندنا دي قضية أمن دولة على فكرة من أيام النهارده الرئيس محمد أنور بالظبط السادات، كده يبقى عندي دي جناية مش جنحة، فيها 15 سنة لما سجن. يبقى عندي لما أنت سيادتك عملت إيه في ده؟ لا مين احنا فين الدولة من الإهدار ده؟ فين الدورة بتعمل ايه؟ طب انت لما بتيجي تلاقي مثلا الجزار ده بيحني تاي او ده بيحني مثلا لا قصه في بيتعمل له محضر. المحافظات، محضر وايه تاني و50 جنيه وبياخدها لا منه؟ 50 جنيه ايه، دي قضية. طب ده قضيه أنا بقول لحضرتك دي جناية. بالظبط كده في محافظات مصر طب بحالها. وما بتتنفذش ليه معلش يعني؟ لا دي رؤية قضية القاضي، يعني القاضي احنا طبعا. بنعمل بيني وبين حضرتك القاضي انا هقول لك حاجة، انا اتحطيت في الموقف ده من في بداية عملي، اصريت اني اكتبها انها انثى تحت السن القانونيه، واستدعيت لدار القضاء العالي للشهاده، ولقيت ان اللي كان متهم في القضيه كان ولد عنده 18 سنه اتمسك في كمين، واحنا استدعينا كاطباء بيطريين، انا ما شفتش المتهم لتوقيع الكشف الطبي على الذبيحه، وكتبت بما يرضي الله. انا عايز اقول لحضرتك انا صايب عليا 15 سنه هيضيع فيها انسان زي ده، علشان هو ممكن يكون بيمر بعسر مادي، ممكن يكون فلاح عايز يجوز ابنه، عايز يجوز بنته، فهنا المفروض الدولة ليها دور، الدولة بتدخل وسيط ما بين الفلاح وما بين الجزار اللي بيذبح، وتاخد الثروة الحيوانية دي اللي تحت السن القانونية تشتريها من الفلاح، تفك أزمته. عندنا أراضي قد كده أعلن عنها الرئيس 1.5 مليون فدان أول وتاني، وممكن احنا نعمل مزارع وننشئ هذه المزارع ونحط هذه الثروة الحيوانية فيها، ونعين فيها أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين اللي مش لاقيين شغل. طب قبل يبقى ما انا كده اتكلم حليت. قبل ما اتكلم عن موضوع الغلاء، لان موضوع الغلاء ده ما هو حضرتك هقول لك على حاجه ما هو. بس انا كنت بتكلم معاكي على موضوع تحيا مصر. تمام دلوقتي الناس كلها طبعا بعت الصور الناس كلها دلوقتي بتشتري من يعني ناس كتير بتشتري من تحيا مصر حقيقي، بتثق في الاسم، السعر ارخص شويه فبتروح تشتري منه. تمام في دلوقتي اكتشفنا انه في بعض الناس اللي بتستغل الاسم ده وبتبيع تحت الشعار ده لحمه فاسده، لحوم فاسده حقيقة. وانا استغربت ان وانا بكلمك قبل ما نرجع اكدتي لي المعلومه، قلت لي ايوه بيحصل، وقولي لي اللي قلتيه لي كده مره تانية. يعني انا يمكن شعار تحيا مصر تحديدا، اولا كل الشعارات الوطنيه اتضربت، بمعنى انه الفاسدين بيدوروا على اي شعار براق وطني الناس بتثق فيه، تحيا مصر، في حب مصر، ضد الغلاء، كل ده بيتضرب. فبيحصل انه بتبقى اللحمه فاسده، بيحط لي بتتعبى في اطباق يدوي، بيتشد عليها ستريتش وحته ورقه كده مرميه جوه بتواريخ الانتاج، والورقه دي لما تاريخ الانتاج بيعدي بتتغير. فطبعا انا منظومه العربيات اساسا انا ضدها على طول الخط، منظومه العربيات اللي بتبيع لحوم انا ضدها على طول الخط. استاذتي انا المفروض اللحمه دي مكتوب لي حته ورقه بتواريخ، ايه التاريخ ده اللي سيادتك حاطه؟ ده المفروض يكون فيه تاريخ الانتاج اللي هي طالعه من بلدها بتاريخها ده، اللي هو التاريخ اللي اتذبحت فيه وتم توريدها لمصر بيه، وفي حاجه اسمها تاريخ التجهيز، ان سيادتك قطعتها امتى وعبتها امتى. قد يكون اصلا تاريخ انتاجها عدى، يعني ممكن مثلا يكون الاكسباير ديت بتاعها اللي جايه من بلدها عدى، وانت بتحط لي بتخدعني تحط لي تاريخ انتاج مثلا لسه من يومين وصلاحيه 3 شهور، ده كلام فاضي. بالاضافه لان تداول هذه اللحوم بطريقه من لف في الشوارع، وساعات كتير احنا بنلاقي العربيات دي قافله التبريد بتاعها، وبتكون اللحمه سايحه في دمها، والمواطنون بيشتروها على انها لحمه بلدي وكبده بلدي، ودي مشكله. بالنسبه لموضوع تحيا مصر، كان في بروتوكول كان اتعمل ما بين وزاره الزراعه وما بين جمعيه الاسكندريه التعاونيه لتنميه وتطوير الثروه الحيوانيه، ده قبل العيد الكبير اللي فات، علشان توريد لحوم لسد حاجه المواطن في الاسواق. فحصل انه احنا في مديريه الطب البيطري بالجيزه جبنا محاضر يعني في منتهى السوق، كان في كبده فاسده، وكان في لحوم مجمده بتتفك وتتباع على انها لحوم بلديه، وكان في مذبوحات خارج المجازر الحكومية، ودي مصيبة ان عربيات وزارة الزراعة يتم تداول هذه اللحوم فيها. فبصراحة يعني سلطنا الضوء اعلاميا على الموضوع، فتم الغاء البروتوكول، لكن ظلت هذه العربيات قابعة في الشوارع. وجبنا بعدها على طول بعد الغاء البروتوكول الذي بلغت به بعض مديريات الطب البيطري فقط، ولم يعلن للجمهور في الاعلام ان وزاره الزراعه لغت البروتوكول المبرم بينها وبين هذه السيارات وهذه الجمعيات. حصل ان هم عشان برضو يبيعوا اللحوم لزقوا بانرات جديده بدل وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي وجمعيه الاسكندريه، لزقوا بانرات ثانيه وحطوا لنا عليها اسم تحيا مصر، وزحلقوا البانر اللي تحت شويه ومن فوق وزاره فين الزراعه. فين الصور معانا يا جماعه؟ الصور انا عايزين نشوفها. ببعت الصور. لا انا طيب. جايبه صور. لا احنا معانا صور. اصلا انا ضد حضرتك ما تزعلش يعني، فانا جايبه صور ضبطيات ضدكم، فدي اللي انا بعتها، بس انا اتلخمت بالكلام مع سيادتك وهبعت الصور دلوقتي. لا احنا معانا صور هنعرضها دلوقتي. تمام طيب.
من على صفحتي هيلاقوا الصور دي كلها. طيب احنا معانا فيديو، تعالوا يا جماعه طب تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل. ما في فيديو فعلا برضو انا مسجله. يلا طيب الفيديو طيب ماشي اوكي الفيديو بيجهز ماشي معلش. تمام. فاللي حصل انه احنا لقينا الناس بتشتري ثقه في الاسم انه في وزاره الزراعه، وبانر تاني ملزوق فوقيها عليه الـ تحيا مصر بشعار كبير وعلم مصر كبير، عربيات حاويات كبيره، فالناس كانت بتشتري. انا مش فاهمه طب هم ليه يعني ما حدش شاف العربيات دي نازلين منين وتابع ايه وجايين ازاي وواقفين ليه واخدين تصاريح منين عشان يوقفوا؟ هي المشكله بقى ان المفروض في جهات معاونه لينا، انا مش كطبيب بيطري مطلوب مني، وده عشان كده انا رافضه مبدا العربيات. انا مش مطلوب مني كطبيب تفتيش اجري في الشوارع ورا العربيات دي. العبره بالتفتيش ان تكون المنافس ثابته ومعلومه المكان تيجي حضرتك. مين مديهم تصاريح ينزلوا يلفوا في الشوارع؟ والله اذا كنت بقول لحضرتك اصلا كانوا نازلين تبع وزاره الزراعه.